السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على التريتمنت أوف اتش بايلوري إن تشيلدرن. كل الكلام اللي هنقوله النهاردة هو مبني على الإسبيجان جايد لاينز اللي منشورة سنة 2017 في جورنال أوف بيدياتريك جاسترونتولوجي أند نيوتريشن. يمكن أنا حكيت لكم الحكاية دي قبل كده. الصيدلي اللي كان جالي اللي كان ابنه عنده ريكارنت ابدومينال بين وعمل له التحاليل طلع عليه اتش بايلوري في الاستول، وبدا له ريكارنت كورسز او مالتيبل كورسز اوف انتيبيوتيك، وكل مره يعيد التحليل اللي تلاقي بوزيتيف، والواد كان عنده فعلا سيجنيفيكانت ابدومينال بين، وكان هو مشخصه ان هو اتش بايلوري. واخر ما زهق قرر ان هو يدوله كورس لمده 3 شهور، 3 شهور انتيبيوتكس. يعني وبرضه بعد ما خلصهم الطفل لسه عنده اتش بايلوري، وطلع في الاخر انه عنده فاميليا ميديترينيان فيفر. فلذلك احنا بنقول ان تريتمنت اوف اتش بايلوري، انا مسمي المحاضره ديت دونت رش، يعني ما تستعجلش في العلاج، وما تديش العلاج الا في الحالات الانديكيتد بس. يمكن المحاضره ديت من المحاضرات اللي الواحد يعني مش عاوز اقول ما بيحبش يقولها. السبب ان انا بخاف من بعض الدكاتره اللي بيعملوا ابيوز الانتيبيوتكس، اللي بيبقى عايز بس الروشتة اللي بتتكتب في الاتش بايلوري فيكتبها في كل حالات الاتش بايلوري. انما لازم نتعلم الصح ولازم نعمل الصح، حتى لو انت بتعمل الغلط في وصف الانتيبيوتكس اعرف الصح، على اساس ان يعني ان ربنا ييسر امر ان شاء الله وتمشي على التريتمنت بشكل صحيح وانس انديكيتد. قبل ما نبدأ لازم نأكد على النقطة الأساسية هو تو تريت، وإن هي في طبعا محاضرة مرفوعة قبل كده مكتوبة بالتفصيل، بس خلينا نراجع الهيدنجز بتاعتها بسرعة. التريتمنت تبع الجايد لاينز اللي نازلة في 2017 اتغيرت عن اللي كانت منشورة في 2006. اولا هما 3 انديكيشن ثابتين. الانديكيشن الاولاني اللي هو البيبتيك ألسر ديزيز، وده بيتشخص بالمنظار. رقم 2 ان اكسبليند ريفراكتوري ايرون ديفيشنسي انيميا، يعني العيان عنده ايرون ديفيشنسي انيميا واخد فول دوز اوف ايرون وفي جود كومبلاينس، وانت متاكد ان هو خدها واخد جرعه كويسه برغم ذلك لسه عنده ريفراكتوري ايرون ديفيشنسي انيميا، دي محتاج انه يعمل منظار، ولو طلع اتش بايلوري ياخد العلاج. الكرونيك اي تي بي، لان وجدوا ان العيان اللي عنده كرونيك اي تي بي اما بياخد العلاج بتاع الاي تي بي سواء استرويدز او وات ايفر بيحصل ريكارنس لو عنده اتش بايلوري، انما لو اخد التريتمنت بتاع الاتش بايلوري وهو عنده كرونيك اي تي بي السكسس ريت بيبقى عالي. في مجموعتين او في مشكلتين. المشكله الاولانيه اللي هم حاجه اسمها اتش بايلوري وزود بيبتيك ألسر ديزيز، يعني عيان جاي لك و اتعمل له منظار وطلع ان عنده اتش بايلوري، او اتعمل له منظار لاي سبب من الاسباب وطلع عنده اتش بايلوري. انت من ناحيه الامانه محتاج انك تقول للاهل ان هو عنده اتش بايلوري. هو طبعا الاهل وانس ان عنده سيجنيفيكانت ابدومينال بين واتعمل له اندوسكوبي وطلع اتش بايلوري بس ما عندوش بيبتيك ألسر ديزيز، هنا بنقول عليه كونسيدرد. كونسيدرد يعني ايه؟ يعني انت خده في الاعتبار ان هو ممكن يبدا علاج للاتش بايلوري بس بعد ما بتوضح للاهل السكسس ريت وبتوضح لهم السايد افكتس او المشاكل اللي بتحصل من الانتيبيوتكس. المجموعه الثانيه ودي اتشالت خالص كانت اللي هو حاجه اسمها فاميلي هيستوري اوف جاستريك كانسر، كان في جايد لاينز القديمه بيقول ان هو يتعالج، انما في الجايد لاينز الجديده اتشالت خالص وفضلت على الاربعه انديكيشن الموجودين قدامنا دلوقتي. خلينا النهارده هنجاوب على 3 اسئله اساسيين. السؤال الاولاني ايه الادويه اللي احنا بنستخدمها في الاطفال؟ نرجع نقول في الاطفال، يعني ادويه الكبار مختلفه الى حد كبير جدا ومسموح لهم يستخدموا ادويه ممنوع ان احنا نستخدمها في الاطفال. رقم 2 ايه هو الفيرست لاين بروتوكول فور تريتمنت اوف اتش بايلوري سواء الانترناشونال، وازاي هنعمل له موديفيكيشن هنا في مصر، لان يعني احنا هنبقى عندنا مشكله كبيره في مصر اللي هو عدم توفر بعض الادويه، ورقم 2 ان احنا ما عندناش كالتشر وسنسيتيفيتي نقدر نعتمد عليها وما عندناش بابليكيشنز نقدر نعتمد عليها. رقم 3 طيب المشكله اللي احنا واقعين كلنا فيها، وات اف ذا تريتمنت فيل،
طفل جالك واخد كورس واتنين وتلاتة، وبرغم ذلك لسه الاتش بايلوري موجودة ومعمول له كل حاجة بالظبط، بس في فيلير اوف تريتمنت. زي ما اتفقنا ان كل الجايد، كل الكلام اللي احنا نقوله النهارده مبني على الجايد لاينز المنشوره في 2017 عن طريق الاسبيجان والنسبيجان في المانجمنت اوف اتش بايلوري ان تشيلدرن اند ادوليسنس، ودي منشوره في الجورنال اوف بيدياتريك جاسترونتولوجي اند نيوتريشن. يعني اللي عنده وقت وعنده جهد ممكن يقرا الجايد لاينز ديت بالتفصيل. احنا هنتكلم عن 3 جداول اساسيين، لو عرفناهم كويس الموضوع اتحل خالص بالنسبه لك. الجدول الاولاني which drugs we can use in children. الجدول دوت لما نيجي نفصصه كده واحده واحده هنتلاقي ان مكتوب الدواء drug، الادويه اللي احنا بنستخدمها هم 5 ادويه. المجموعه الاولانيه هي البي بي اي بروتين بامب انهبيتور، والبي بي اي لو جه فرصه نقول في الفيديو دوت او نقوله في فيديو مستقل. البي بي اي هنا المقصود بيها اسمه برازول اللي هو زي النكسيام او الحاجات الشبيهه بيه، والايموبرازول اللي هو اللي زي الرايسك او الاوميك او اي حاجه شبيهه بيها. انما اللانزوبرازول مش موجود في مصر، والبنتابرازول مش مذكوره في الجايد لاينز ديت. البنتابرازول زي كونترولوك، يعني هو كونترولوك لو شفنا في الجايد لاينز او البي بي اي ديسكريبشن تشيلدرن هتلاقي ان هو المفروض ما يستخدمش في الاطفال اقل من 12 سنه، وبالتالي هو مش مذكور في الجايد لاينز هنا. ولو في فرصه ان شاء الله نبقى نعمل فيديو مخصوص عن البي بي اي ان تشيلدرن. المجموعه الثانيه مجموعه الانتيبيوتكس، باعتبار ان احنا نعتبر المترونيدازول اللي هو زي الفلاجيل ان هو انتيبيوتيك، يا اموكساسيلين وكلوسرومايسين والمترونيدازول. في دواء كويس جدا 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 اسمه البيزموس، والبيزموس دوت للاسف مش موجود في مصر، وبالتالي مش هنقدر نحطه من ضمن مش موجود في الدول العربية برضه، فمش هنقدر نحطه من ضمن اللاينز اوف تريتمنت بالنسبة لنا. فاحنا كده كده هنشيل البيزموس من الحساب بتاعنا. يبقى عندنا دلوقتي 4 ادوية بي بي اي وثلاثة انتيبيوتكس. في حاجة غريبة قوي قوي في البروتوكول بتاع التريتمنت بتاع الاتش بايلو، اللي هو احنا دايما في الاطفال بندي الدوز بير كي جي. هنا لأول مرة هتشوف المنظر دوت، ان احنا هنحدد الدوز اكوردنج تو بودي ويت رينج، وهو هنا قسم البودي ويت رينج الى 3 مجموعات اساسيه. المجموعه الاولانيه اللي هو من 15 ل 24، وبعد كده من 25 ل 34، وبعد كده اكتر من 35. وبالتالي لما يجي لك طفل في العياده لازم توزنه، وبعد كده تحطه في الجروب رينج دوت، وبعد كده هتختار الدوز اللي هي مكتوبه دلوقتي. الدوز لازم تتقسم لمرتين، مورنينج دوز وايفنينج دوز. خلي بالك من هنا في كذا حاجه، لان يعني هو دي الستاندرد بروتوكول، لان يعني في بعض الموديفيكيشن بتحصل هي مش ريكومندد. يعني في بعض الناس يقول لك لا انا هديله وان دوز بس بير دي، او هدي الدوز ديفايدد على 3 مرات. هنا ما بيبقاش الافيكاسي بتاع الدواء بيبقى كويس. رقم 2 لازم انك تستك الدوز تو ذا توزز دوز. ليه؟ لان بعض الناس مثلا البي بي اي لو بصيت هنا هتلاقي الطفل هو تقريبا 5 سنين، اللي هو وزنه 15 كيلو، او من 5 ل 8 سنين من 15 ل 24 كيلو، هتلاقي بياخد 20 مللي جرام توايز ديلي. فهي انت ممكن تبص ان هي جرعه كبيره قوي، يعني هديله 40 مللي جرام بي بي اي بير دي طفل عنده 5 سنين او 7 سنين. طب شوف اللي عنده 35 كيلو اللي هو تقريبا نقول مثلا 11 سنه او 12 سنه، هناخد بي بي اي 40 مللي جرام توايز ديلي، يعني الدوز بتاعت الادلت 40، ده انا هديله تقريبا دبل دوز. في معلومه مهمه جدا جدا في البي بي اي، ان الميتابوليزم بتاعها في الاطفال اعلى كتير من الادلت، وبالتالي الدوز بتاعتها في الاطفال اعلى من الادلت لو حسبناها بالكي جي. لو انت رجعت للدوز بتاعت البي بي اي هتلاقيها من 7 من 10 ل 3 مللي جرام بير كي جي، وبالتالي لو حسبت الدوز يعني مثلا لو 3 مللي جرام بكي جي 3 في 35 هتعدي ال 100 مللي جرام، وبالتالي لما بتدي 40 مرتين في اليوم دوت بروبر دوز للطفل دوت. طب ما انا ادي جرعه قليله، مش مكتوب الكلام ده، ولو اديت جرعه اقل من كده الافكاسي بتاع الميديكيشن هيقل كتير، فما فيش داعي للبوديفيكيشن في الدوزس. الله يكرمكم، حاولوا تو ستيك تو ذا بروتوكول، يا اما تديه صح يا اما ما تديهوش. طيب
نثبت في دماغنا كلمة التريبل ثيرابي ديت. كلمة تريبل ثيرابي اللي هو العلاج الثلاثي بتاع الاتش بايلوري دي يشمل 1 بي بي اي و2 انتي بايوتكس، والديوريشن بتاع العلاج 14 يوم، وبيتعطى على 2 دوزز، 2 جرعتين منفصلين عن بعض، جرعة الصبح وجرعة بالليل. السؤال الثاني اللي هو ايه هو الفيرست لاين اوف تريتمنت اوف اتش بايلوري؟ ده هو الجدول الثاني الموجود في البروتوكول او موجود في الجايد لاينز، هشرحه لكم بعد كده، هقول لكم الخلاصه بتاعته. اللاين اوف تريتمنت هنا بيعتمد على حاجه اسمها الاتش بايلوري انتي مايكروبيال سنسيتيفيتي، انك المعروف يا اما تكون البلد بتاعتك او المنطقه اللي انت عايش فيها عامله بروتوكول فور تريتمنت اوف اتش بايلوري، ودي مش موجوده عندنا في مصر، او يكون في بابليكيشن طالعه من البلد ديت بتقول لك والله ان احنا عندنا ريزيستنت للكريسومايسين، عندنا ريزيستنت للميترونيدازول، او عندنا ريزيستنس للاثنين انتيبيوتكس دول. احنا برضو ما عندناش القصه دي في مصر. هو قال لك لو انت عارف الاتش بايلوري سنسيتيفيتي وسستابيليتي هنا هتقدر تختار الانتيبيوتيك، انما لو مش عارف هتبدا تمشي على بروتوكول تاني هنقوله بعد شويه. وبالتالي هنتلاقي الملحوظ هنا ان في حالات النون اللي في ريزيستنت هتتلاقي ان احنا ثابت عندنا البي بي اي والاموكساسيلين، ودي نقطه مهمه جدا. ليه؟ لاني من اسبوع كده كان احد الزملاء اتصل بيا، ابنه عنده اتش بايلوري، وابنه يعني كبير، انا حوالي وزنه 40 كيلو، وقال لي انا هديله الهيليكيور. الهيليكيور لما تيجي تشوف الكومبون، الهيليكيور مش معمول للاطفال، معمول للكبار، هتلاقي ان هو ميتون تيني دازول ومعاه كلوسوميسين، ومش موجود معاه اموكساسيلين. هنا البروتوكول بتاع الاطفال دايما هو بي بي اي والاموكساسيلين. الاموكساسيلين جزء اساسي في علاج الاطفال اللي عندهم اتش بايلوري، وبالتالي زي ما اتفقت معاكم ان البروتوكول في الادلت غير بروتوكول في الاطفال. رقم اتنين ان الديوريشن اوف ثيرابي هو 14 يوم. طيب خلينا نقول ان احنا بنقابل الوضع في مصر ايه دلوقتي، ان احنا ما عندناش السستابيليتي والسنسيتيفيتي ديت، وبالتالي هي بالنسبه لنا هنتعامل مع كل الاطفال اللي بيجوا لنا عندهم اتش بايلوري انفكشن ان هم انون سستابيليتي. دول هنعمل ايه؟ هنمشي على حاجه اسمها هاي دوز بي بي اي اموكساسيلين اند ميترونيدازول لمده 14 يوم، او ندي بيزبوس معاه، واتفقنا ان البيزبوس مش موجود في مصر، وبالتالي الاوبشن بتاع او بيزبوس بيزد ديت مش هتبقى موجوده معنا. خلينا نقول الوضع اللي احنا موجود زي ما اتفقنا هنا في مصر، ان انت مش عارف السستابيليتي بتاعتك ايه، فهنستخدم حاجه اسمها هاي دوز بروتوكول ويز اموكساسيل. الهاي دوز بروتوكول هتتلاقي ان احنا بدأنا نزود جرعة الاموكساسيلين تقريبا 50%. بمعنى ايه؟ بمعنى الطفل اللي هو وزنه من 15 24 كان المفروض بياخد 500 و500، لا هنديله 750 و750. طيب اللي وزنه من 25 ل 34 المفروض كنا نديله 750 و750، لا هنديله دلوقتي 1000 و1000، واللي اكتر من 35 هنديله 1000 ونص و1000 ونص. دوت طبعا اللي هو البروتوكول الاساسي الستاندر، ودي البروتوكول اللي هو الهاي دوز. طبعا لما تيجي تشوف الهاي دوز، يعني تخيل طفل مثلا وزنه 35 كيلو 36 كيلو، هو تقريبا 10 سنين 12 سنه، وهتدي له 3 جرام اموكساسيلين بير دي. الاموكساسيلين كلنا عارفين هو بيعمل نوع من الريتيشن للاستومك، وممكن يعمل فومتنج. الكلاسيد نفس الكلام، والميترونيدازول غني عن التعريف بالنسبه للجي اي ابسيت اللي بيعمله. فتخيل انك بتضطر انك تدي جرعات عاليه زي كده في الاطفال دول، وهو جاي لك اساسا بابدومينال بين واحيانا فومتنج، فانت لازم يكون عندك نوع من الحكمه في استخدام الانتيبيوتكس ديت، ولازم ما تستخدمهاش الا فعلا لما تبقى انديكيتد، اللي هم الانديكيشن اللي احنا قلناهم في بدايه ال بدايه البروتوكول او بدايه المحاضره دي. تريتمنت فيلير، تريتمنت فيلير هي اكتر حاجه احنا عندنا بنشوفها دلوقتي في البراكتس بتاعنا في الاطفال.
اسباب التريتمنت فيلير اعتقد الى حد يعني خبرتي اكتر سبب ليها اللي هي امبروبر دوز والبور كومبلاينس، وان العيان ما يكونش اصلا محتاج علاج، انت اديت علاج في طفل مش محتاجه. والاهم والاخطر على الاطلاق حاجه اسمها دراج ريزيستنت. للاسف بدانا نشوف دراج ريزيستنت بشكل عنيف جدا. انا يعني في بعض الببليكيشن وصلت ل 80% الفيلير ريت في حالات تريتمنت اوف اتش بايلوري. طبعا يعني من وسط 10 انت هتعالجهم، 2 بس هيستجيبوا للعلاج، و8 من ال10 دول مش هيستجيبوا للعلاج. ده اسمه التريتمنت فيلير ديو تو دراج ريزيستنت. ان شاء الله انا هعمل محاضرة تانية ربنا يسر تتعمل خلال اسبوع، هتكلم على كلينيكال تيبس في حالات التريتمنت اوف اتش بايلوري، هتكلم عن دراج ريزيستنت، هتكلم على البي بي اي، هتكلم على الاموكساسيلين، وهتكلم على انواع الثيرابي اللي هي سيكوينشال ثيرابي والكونكومتنت ثيرابي والهايبرد ثيرابي، كل الحاجات اللي احنا بتسمعوا عليها، وهل ممكن نستخدم ادويه الادلت معانا ولا لا. ان شاء الله هحاول اعمل الفيديو دوت قوي. نرجع للتريتمنت فيلير. التريتمنت فيلير لازم تعمل 3 ار مع بعض. اول حاجه لازم تعمل ري ايفالويت. الري ايفالويت انك تشوف الطفل دوت هل فعلا اتش بايلوري ولا لا، وتشخص صح ولا لا، واتعمل له منظار ولا لا، وهل كان انديكيتد ان هو ياخد العلاج ولا لا. لو هو مشفول في الكريتيريا ديت يبقى انت ممكن تكون انت سواء انت او اللي بدأ قبلك العلاج بدأوا بطريقة غلط، وبالتالي مشى في سكة غلط، وبالتالي كل ما بني عليه هو غلط. رقم 2 بتعمل حاجة اسمها ري اسسمنت. يعني ايه؟ ان العيان دوت ري اسسمنت للتريتمنت، العيان دوت كان فيه بوكم بلاينز او امبروبر دوز او حصل اي حاجة لخبطت الكورس بتاع العلاج، تعب يوم يومين ثلاثة فوقف العلاج وبعد كده رجع يكمله تاني، ما كانش بياخد البي بي اي، البي بي اي كان تابلتس هو مش عارف يبلع الحبوب، او اللي احنا بنشوفه بقى اللي هو الموديفيكيشنز اللي بتحصل في العلاج، الدكتور مش عاوز يديله بي بي اي اداله رامتدين او اداله راري على اساس ان هو كان متوفر على شكل ساشتس او حاجه زي كده، او الدكتور شال البي بي اي واداله جافسكون او اداله مالوكس، وهكذا اللي هو الحاجات اللي احنا بنشوفها في وسط العلاج. لو وصلت لمرحلة الدراج ريزيستنت او وصلت لمرحلة الفيلير اوف تريتمنت، خلي من ضمن الاوبشنز بتاعتك ريفير. والريفير مقصود بيها زي دايما ما بقول انك ترفع سماعة التليفون وتاخد سكند اوبينيون، انك تحول الحالة، انك مش عيب انك تدور، يعني ما تسيبش العيان انك تدخل في تحدي انك تعلي عليه بالادويه، ولا انا هستخدم معاك السيبرو فلوكساسيلين عشان هو بيجيب نتائج كويسه في الادلت، يعني حتى السيبرو بدا يحصل منه ريزيستنت، فما تعليش على العيان، لانه يعني ممكن ما يكونش انديكيتد، ممكن زي ما احنا اتفقنا الحاله ما تكونش اصلا اتش بايلوري، تكون اف ام اف او تكون حاجه تانية. يعني سبحان الله يحضرني دلوقتي حاله لسه شايفها والله من اسبوع، البت ديت عندها كورنيك ابدومينال بين بقالها سنه ونص، عمرها 9 سنين. البنت ديت اتعمل روتين ليها، اتعمل اتش بايلوري طلع بوزيتيف، اخدت كورس واتنين، جايه لي بستول اناليسيز فيها يو تي اي على عين وعلى الراس، و وعامله كالتشر وسنسيتيفيتي ماشي، وعامله ستول اناليسيز طالع فيه اميبا وطالع فيه سكارس، بس البين بتاع البنت الام بتصفه ان هو سيفير اجونايزنج، وبيحصل في يعني كل اسبوع اسبوعين ثلاثه يحصل لها سيفير ابدومينال بين، بس البين موجود معظم الوقت. طلبت الترا ساوند، طلع الابدومينال اند بلفيك الترا ساوند، طلع عندها اوفريان تيراتوما، وكان حجمها كبير، حجمها 11 في 8 يمكن اعرضها ككيس برزنتيشن لكيس اوف ابدومينال بين. انا قصدي يعني انا لو مشيت ورا التحليل المكتوب وكملت على كده الحاله دي كانت هتضيع مننا، يعني هي سنه ونص ابدومينال بين وبريزيستنت، حالات كتير بنشوفها بتطلع جول بلادر ستون، حالات كتير بتطلع او مش كتير يعني حاله زي كده تطلع ميزنتيك لينف ادينايتس، تطلع اي بي دي، تطلع
تيراتوما. هي مش شطاره ولا حاجه، وانما هي مشينا على البروتوكول اللي المفروض ان احنا نعمله، ان في حالات الكونيك ابدومينال بين المفروض نعمل التراساوند. اخر حاجه اللي هو الكونكوميتنت تريبل ثيرابي، ودوت من ضمن الحاجات المذكوره في الجايد لاين. ايه هو الكونكوميتنت تريبل ثيرابي دوت؟ ايه هو كونكوميتنت كوادربل ثيرابي؟ الكونكوميتنت كوادربل ثيرابي ده عباره ان احنا بنستخدم اربع ادويه في نفس الوقت، ما عادش تريبل ثيرابي بقى. هنستخدم اموكساسيلين والمترونيدازول والكليسترومايسين، ونستخدم معاه البي بي اي لمده 10 ل 14 يوم. النتائج في الادلت كويسه جدا، ان وبداوا يستخدموا ايفن ك وان اوف ذا فيرست لاينز اوف تريتمنت في الجايد لاينز بتاعت الادلت، بس في الاطفال ما عندناش ستاديز تسبورت ان هو ممكن يستخدم كفيرست لاين اوف تريتمنت. امتى يستخدم؟ بيستخدم في حالات الدبل ريزيستنت اللي هو الكليسترومايسين والمترونيدازول ريزيستنت، وبيقول ان هو ممكن يدي نتائج احسن من التريبل ثيرابي ويز هاي دوز ابوكساسيلين، خاصه لو في بور كومبلاينس. بس اعتقد هنا برضو هيبقى في بور كومبلاينس. الكلوسوميسين من الادويه العنيفه على الجت، يعني بتعمل فومتنج وريتيتنج، والمترونيدازول نفس الكلام. استاذنكم ما توصلش لمرحله الكونكومتنت ثيرابي ديت، ولو وصلت المرحله ديت يعني ما تكتبهاش، يعني دور على سبب تاني. الاتش بايلوري مش بالسوء اللي احنا متخيلينه، ومش ميكروب عنيف زي ما احنا متخيلين، الا اذا كانت عامله بيبتك ألسر ديزيز، ودي محتاجه ريفيرال، يعني ما تطولش معاها وتهلك نفسك معاها. لو في رسائل عاوزين نقولها لكم، اول رساله تريتمنت اونلي انديكيتد كيس، دونت رش. الحاجه الثانيه، لو في بلد زي مصر هنا عندنا ما عندناش كالتشر سنسيتيفيتي متوفره ومش عارفين السسبتابيلتي، ممكن نستخدم هاي دوز بروتوكول كفيرست لاين اوف تريتمنت في الحالات الانديكيتد برضه، يعني هو العلاج غلس والديوريشن اوف تريتمنت اسبوعين فتره طويله والدوزس عاليه والكومبلاينس هيبقى صعب. ف لو احتاج تستخدم بس الهاي دوز بروتوكول. اخر حاجه، if the treatment failed re evaluate الحاله but better to be referred. ان شاء الله زي ما وعدناكم هنعمل فيديو تاني على الكلينيكال تيبس اند تريكس فور تريتمنت اوف اتش بايلوري ان تشيلدرن. نحاول نخلي الكلام ده مور براكتيكال كمان، ونشوف كذا كيس سيناريو ان شاء الله. شكرا جزيلا ليكم، ولو في اي فيدباك يا ريت تعرفوني، ولو في موضوع معين انتم محتاجينه يا ريت تعرفوني برضو في مجال الجي اي، ان شاء الله نرد عليكم بيه. شكرا جزيلا لكم.